هناك ما يعرف بالهوهوة مدفوعة الأجر، واحد إعلامي يجيب واحد صحفي يهوهو على النادي الأهلي وآخر البرنامج ياخد ظرف فيه تمن هذه الهوهوة. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. أنا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناة الأهلوية على اليوتيوب. أحمد جمالات كان مستضيف واحد صحفي زملكاوي اسمه الجبالي، هو متخصص ان هو النادي الاهلي بيفوز بالحكام، النادي الاهلي بيتجامل، اتحاد الكره بيأجل للنادي الاهلي، وناسي تماما ما يحدث لنادي الزمالك. نادي الاهلي لعب 11 ماتش والنهارده يبقى 12 ماتش، نادي الزمالك لعب 13، بيستثني الكلام على نادي الزمالك خالص ويتكلم على النادي الاهلي، على الرغم ان النادي الاهلي بيروح كاس عالم للانديه، بيروح سوبر افريقي، بيروح دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي عنده تخمه، ده بالاضافه لايه؟ بالاضافه للعيبه بتاعت النادي الاهلي اللي في المنتخب واللعيبه بتاعت النادي الاهلي اللي في المنتخبات بتاعت بلادها. وبيبقى في توقف في الدوري المصري اثناء تجمعات المنتخب، ومع ذلك بيغض البصر تماما عن هذه المواجهات المباشره للنادي الاهلي، اللي النادي الاهلي تبعا او طبقا للائحه لما بيبقى النادي الاهلي عنده مباراه خارجيه بيتاجل له المباريات بتاعته 3 ايام، او بيبقى مثلا بيلعب بيرتاح 3 ايام ويلعب في اليوم الرابع، لو المباراه داخليه بيرتاح يومين وبيلعب المباراه الثالثه او اليوم الثالث. ده مطبق على النادي الاهلي والزمالك، ويعني بيقول لك زد يبقى لاعب 20 مباراه والنادي، طب ما هو زد ما بيلعبش في دوري ابطال افريقيا، زد ما فيهوش لعيبه في المنتخب، زد ما بيروحش كاس عالم للانديه، زد ما بيروحش سوبر افريقي، ما فيش الكلام ده. لكن بيطابق النادي الاهلي ده لاعب 20 وده لاعب 13 وده لاعب 8 وده لاعب لا ازاي ومش ازاي، ولازم على المسؤولين انها وتحريض علنا على النادي الاهلي. ده اللي خلى الكابتن عصام شلتوت يديله من المنقي خيار، مسح بيه الارض حرفيا. الراجل كان بيقول يا ارض انشقي وبلعيني، لدرجه احمد جمالات الجبالي بيبص للواد احمد جمالات بيقول له رد عليه، رد عليه، كلك عصام شلتوت كلك في الكلام. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الخناقه اللي حصلت وعصام شلتوت وهو بيكيل له، ونرجع نكمل كلامنا. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي، اختي المحترمه الاهلاويه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. اول مره تشوفوني، اول مره تخشوا قناتي، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه، الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. يعني لعب الدفع الاهلي بيزق في باص، وفي حكام بتستناه، وفي امن بيامن الماتش، وفي وزير بيقول له احيانا مبروك واحيانا لا، وفي اتحاد كره بيقول لي تذكرتي تباع تذاكر. ايه بقى نوع العافيه اللي هو مستخدمها عشان يعمل كده؟ الاهلي؟ العافيه ان هو الفرقه الوحيده اللي في العالم. مين اللي عامله؟ لاعب 11 مين اللي عامله كده؟ اللي عامل الجدول. روح اسالهم بقى. لا هو بس عشان يا جماعه انا ممكن اسال سؤال. الزمالك هل لديك ما يفيد ان الزمالك قدم معروض او زد؟ انا مش بتكلم على الزمالك يا سيدي، اسمع، انا بتكلم على مسابقه. بتكلم على الاهلي؟ ايوه الاهلي، ايوه بناء على جدول. طب انا ممكن اسال حضرتك عشان هو اللي مبوظ الجدول. يا عم مين اللي قال لك اللي مبوظ؟ كان اللي في الجدول ما قالوش الاهلي مبوظ الجدول. معاك ورقه منهم انهم قالوا الاهلي بوظ الجدول؟ يعني لما فرقه تلعب يعني انت معاك ورقه منهم؟ هل في اتحاد الكوره، ايوه امبارح، امبارح المقاولين العرب قال لك في مؤامره على المقاولين للهبوط. من الاهلي برضه؟ مش من الاهلي، من الدوري الاعرب ده. يعني حكم ما حسبش فاول ولا بيلين برضه الاهلي؟ يعني انا هسالك سؤال دلوقتي يا يعني في كوماس ممكن اسالك سؤال؟ الاهلي برضه فتح الملعب ببلاش؟ ممكن اسال حضرتك سؤال دلوقتي؟ الاهلي متاجل له 9 ولا الزمالك الكبير العظيم اللي انتوا بتصغروه هو لما راح هناك فتحوا له الباب؟ الزمالك ازاي ما بيشتكيش الاهلي ان هو خارب الدنيا كده؟ ازاي يعني؟ ازاي ساكت وبيبارك للاهلي؟ على الزمالك. انا بكلمك على جدول. ازاي يعني؟ مش دول منافسينه؟ انا بتكلم على منافسينه. ايوه. هل حد فيكم، هل حد فيكم يا جماعه معاه ورقه بشكوى الانديه ضد الاهلي الهول ده اللي عامل زي الفيلم زمان هاري أيوة. من الايام الملسم ده؟ الزمالك، الزمالك اعلن. ايوه الزمالك اعلن، قال انا مش هكمل مباريات الدور الاول غير مع جميع الفرق. اي كام؟ وهيلا. طب يبقى خلاص بقى الاهلي اي حاجه بقى. بشقوة بقى. خلاص بقى الاهلي ماشي صح. يعني انا دلوقتي هكلمك في حته فنيه يا استاذ عصام، معلش اسمعني يا استاذ احمد ثواني، هكلمك في حته فنيه. دلوقتي الزمالك
الاهلي متاجل له 9 الاهلي والزمالك انا هكلمك. طيب اقول بس جمله عشان ما اعتمدش حاجه عشان اقول لك ان ده اصلا انا بس الاول على حكايه الدوري انا أيوة. لو حد جاب لي ورقه تديني يعني الاهلي يعني أنا أول واحدة يعني هو عشان ما فيش ورقه يبقى الاهلي يطيح؟ لا يطيح يعني مصر كلها يلعب مش يطيح اسمها يلعب. وانا طب انا هكمل لك اهو هكمل لك. انت دلوقتي الزمالك يا استاذ عصام الجزء الفني الاهلي متاجل له 9 ماتشات. نفترض ان ماتش فيهم كان مع التخليج ماشي والتخليه ده كان في الاسبوع السابع غول هيجي يلعب في الاسبوع ال 25 وهو في المركز الاخير فين تكبر الفرص؟ فين تكبر الفرص؟ فين التلزيق والقص واللزق اللي بيعمله عامر حسين ده فين؟ هو انت خايف على الداخليه بس اللي بقول لك تكبر الفرص بقول لك نموذج انا معاك اهو عشان هيقع ومش خايف على الزمالك اللي لو ساب الامر نفس الوضع الاهلي هيلتهم من الفضل وهو نفس الوضع نفس المنطق بنفس المنطق مع الزمالك مع زد مع اي فرقه انا ينفع دلوقتي الزمالك بكره هيلاعب البنك الاهلي في الجوله ال 20 وهو لعب 13 مباراة وبيعمل ايه؟ ايه ده؟ بيعمل ايه؟ ايه ده؟ بقيت لازم زي ما قلت لك على الاهلي هقول لك على الزمالك فين بقيت الانديه؟ ما اشتكتش الزمالك ليه؟ اشتكيت الزمالك في ايه؟ انه واخد حقها في ايه؟ الزمالك واخد حقها في ايه؟ انا بتكلم لا ينفع الزمالك يلعب 13 ولا ينفع الاهلي يلعب 11 ولا ينفع زد يلعب 20 ما ينفعش هم 18 ما ينفعش ده مش في مصلحه الكوره ده اسمه قص ولزق عشان خاطر فرقه بعينها. امال ليه مش كانوا فرقتين دلوقتي؟ مش كانوا فرقتين دلوقتي يا جمال؟ الاهلي والزمالك مش كانوا فرقتين انت قلت حتى الزمالك ما ينفعش برضه اول ما يبقى سين وصاد مش هتقول الاهلي والزمالك سين وصاد سين وصاد اي فرقه اول ما جيت تقول الاهلي عشان فرقه ايوه 11 مباراه يا استاذ عصام من 20 13 11 من 20 13 من 20 والاخ الثاني ده ما راحش كاس العالم خلاص يروح كاس العالم ويروح كاس الامم ويروح كاس الامم المتحده ومبوظ له الدوري الاهلي عشان يرتاح ويجيب 20 مليون والناس دي تاكل تراب يا عم او انت عشان ناس مش عارفه تدير مسابقه ناس مش عارفه تدير مسابقه على فكره اللي اختاروهم هم اللي انت بتدافع عنهم اللي اختاروا وطالع الاستاذ عامر حسين طالع يقول لك اصل الدوري الانجليزي اتعمل منه 15 يوم وانت الاهلي اتاخد منه 25 يوم تقريبا واخد كل الاصوات قد الدنيا في الانتخابات مين اللي جابه؟ كان في انتخابات يا استاذ عصام انا مالي يا استاذ عصام يا استاذ عصام كان في قول انت اللي ما كانش فيه ايوه ما كانش فيه مين اللي جابه؟ برضك قال لك قول انت هم الزمالك بعد مندوب مع الاهلي يقول انت ما انت عارف عايز تواجه المشكله لا. قول للانديه اللي بتنتخب ناس او ما تنتخبهمش زي ما انت بتقول مش انا ها هم دول اللي يقدروا يعملوا نظام لكن انت عايز تحمل واحد ماشي بالشارع ان هو ده اللي خرب البيت هو مال لحد اشتكى من اهل الشارع بالعكس حسن الراجل بيطلع طلع وقال انت خسرت قضيتك معاه في المناقشه دلوقتي لا طلع مع مين؟ معلش يا عم هو انت هقولك يا عم انا بتكلم بمنطق الراجل بيتكلم بمنطق احنا مش في مبارزه احنا مش في مبارزه يا عم يا استاذ حسن في النهايه طلع الاهلي والزمالك لعبوا زي بعض بس يا حسن ده اللي انطبق على ده وعلى ده اسمعني ده راجل طلع قول يا حاج راجل طلع يا عم احمد قال لك انا بعدت عن المسابقات موسم واحد باظت انا ضميت صوتي لصوتك انه ما ينفعش يقول باظت موسم واحد باظت امال ده ايه؟ ايوه اهلا بحضراتكم مره ثانيه. سمعنا الخناقه اللي حصلت والمشكله اللي حصلت والمشاده اللي حصلت ولكن عصام شلتوت اداهم له قال له انت لما تيجي تتكلم تقول نادي بعينه ولما نيجي نزنقك في الكلام تقول اتنين ناديين الاهلي والزمالك وبعد كده تستثني نادي الزمالك وتتكلم عن النادي الاهلي ما تحط لك يعني ما تحط نقطك على الحروف اللي انت بتقولها. انت بتقول ان النادي الاهلي بيجامل والنادي الاهلي بيتظبط يعني بما معناه. طب ما نادي الزمالك لعب 13 مباراه ما بتتكلمش ليه على نادي الزمالك؟ ولكن زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ان فيها هوهوى مدفوعه الاجر لما الواحد يطلع يتكلم على النادي الاهلي هيطلع ترند المشاهدات هتزيد المشاهدات هتعلى احمد جمالاتي يضع السم في العسل علشان يوقع النادي الاهلي علشان يخلي النادي الاهلي يلعب كل 2 ساعه ماتش ويضغط زي ما حصل قبل كده ايام كارترون وايام احمد مجاهد وايام حسين لبلوب في المره الاولى لما جه واتفقوا مع احمد مجاهد اللي بيقول ان هو اهلاوي او بيدعي كذبا ان هو اهلاوي وهو ملوش دعوه او علاقه بالنادي الاهلي او تشجيع النادي الاهلي طالع بيقول ان ضغطنا نادي الاهلي ولعبناه كل 72 ساعه ماتش بالاتفاق مع رئيس نادي منافس للنادي الاهلي. عمرك شفت كده؟ ويجي واحد زي كده يقول لك ده اتحاد الكوره ومش يا راجل ده اتحاد الكوره ده نادي الزمالك مديون لاتحاد الكوره ب 138 مليون او 140 مليون ما دفعش منهم جنيه. المفروض اصلا لما بتيجي توثق عقودك كنادي اي نادي في مصر بتدفع قيمه هذه العقود او رسوم عقود التوثيق دي ما بتدفعش ما بيدفعش ولا مليم لاتحاد الكوره.
غرامات بالكيله بالجمله على نادي الزمالك من اتحاد الكوره، واتحاد الكوره ما بيتقاضاش ولا مليم من نادي الزمالك، ومع ذلك يطلع الجبالي يقول لك النادي الاهلي والنادي الاهلي بيتدلع والنادي الاهلي بيدلل والانديه بتشكي، ده المقاولين اللي لسه شاكيه. راح زنقوا في الكلام، قال له طب مالي النادي الاهلي، هو النادي الاهلي له علاقه بشكوى المقاولين؟ هو لو حكم ما حسبش ضربه جزاء ثم احنا علاقتنا بالمقاولين زي العسل. نادي الاهلي ونادي المقاولين علاقتهم كويسه جدا، يقول يعني لو في لو المقاولين بيلعب مع زد ولا بيلعب مع اي فريق واتظلم تحكيميا مالي النادي الاهلي؟ ايه علاقه النادي الاهلي بهذا الامر؟ ولكن اسلوب رخيص واسلوب متدني من احمد جمالات، واللي مشغل احمد جمالات اسلام او مسيلمه الغير صادق، واللي مشغلهم عم كامل اللي داير الليله دي كلها. انتهى الفيديو بتاعنا، اسف جدا للاطاله، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم.